Haklar Enstitüsü tarafından düzenlenen insan hakları ihlalleri açısından Cezayir'de sömürgecilik... Sayın Mahmut'a teşekkür ediyoruz ve ana konuşmacımızı Türkiye'ye davet etmeden önce... وهزت ثورة التحرير شعبا فهب الشعب ينصب صبابا وقال الله كن يا شعب حربا لكن هناك قيم إنسانية درج عليها الإنسان منذ الأزل ويحترمها ويحاول مهما فعل ويبذل جهده ليحترمها هذه القيم هي التي أودعها الله سبحانه وتعالى في النفس البشرية وجعله حكما فيما يطرأ أمامه ليقرر هذا أو هذا إذن ميزانه عقله ميزانه ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من ملكات لتقدير الأفعال والحكم عليها فإذا إذا سمحتم سأستعرض عليكم بعضا من الكثير من صفحات تاريخ الجزائر لأن في الحقيقة نتحدث عن حقوق الإنسان منذ العدوان الفرنسي على الجزائر في 1830 إلى نهايته في 1962 كيف نتحدث عنه؟ هل نتحدث عنه من ناحية المنطق أم من ناحية العاطفة؟ قد أكون بعيدا ربما لأتحدث باسم المنطق لأنني عشت هذه الفترة وبالتالي أنا أتأثر بما علق بذهني وبذاكرتي وقد يكون الحكم عندي غير منطقي أو غير موضوعي لكن الحقيقة قبل قرطاج يأتي الإسلام وتدخل الجزائر في الإسلام فتضيع أكبر قاعدة للمسيحية من المسيحية وفرنسا هي البنت المدللة للكنيسة وبالتالي ضاعت الجزائر من الحضيرة المسيحية فأصبح الحقد دفينا الحروب الصليبية التي تمت في القرن العاشر والحادي عشر انطلاقتها من فرنسا لماذا؟ لأن الحضارة الإسلامية بدأت تتسرب إلى جنوب فرنسا والحضارة الإسلامية في الأندلس أغلبيتها من الجزائر من البربر الدولة الأموية في الأندلس كانت ذات تمثيل بربري مهم العلماء كانوا من البربر والعلماء الكبار كانوا كذلك من البربر وبالتالي تضيع هذه القاعدة من فرنسا فيبقى هذا الحقد دفين ويأتي لتصفى حساباته في 1830 علاش؟ لماذا؟ لأن في ذلك الوقت فرنسا كانت قد تعرضت لانتكاسات كبيرة وهزائم للجيوش النابليونية فجاءوا إلى الجزائر ليكسبوا حربا يكسبوا حربا يعرفون بأن الجزائر ما عندهاش جيش بري أن الجزائر عندها جيش بحري الجزائر تحميها البحرية لا تحتاج إلى جيش بري لأنها مؤمنة لا تخشى شيئا بحرية الجزائرية كانت قد دمرت في نظران في 1827 خلاص أصبحت الجزائر مفتوحة وبالتالي هيا بنا إلى الجزائر لنكسب حربا ونعيد مجد الجيوش الفرنسية إلى مكانها tüm dünyadaki kobaltın %90'ına krom yataklarının %80'ine, altının %50'sine, yeryüzündeki plütonyum yataklarının yaklaşık yarısına sahiptir. Uranyum yatakları tüm dünyadaki kaynakların 1/3'ünü teşkil etmektedir.
yukarıdan anlatılan bu Afrika ülkelerinin en büyüğü Cezayir'dir. Cezayir halkı Fransız işgaline ve sömürgeciliğine hiçbir zaman tam anlamıyla razı olmamış, direnmiş ve kendi varlığını korumuştur. Elbette ki bu mücadelenin aydınlık yönü Cezayir halkının bastırılamayan özgürlük isteği ve sömürgecilere karşı destansı mücadelesidir. Karanlık yönünü ise sömürgecilerin ülkenin 1962 yılında özgürlük ve bağımsızlığını kazanmasına kadar devam eden sistematik katliam, işkence, sürgün ve diğer derin insan hakları ihlalleri oluşturmaktadır. Bu barışçıl talepler karşısında toplu katliamlar, yargısız infaz ve işkenceler, hukuksuz tutuklamalar ve sürgünler görülmüştür. Fransız ordusunun doğrudan katıldığı bu ihlallerde polis kayıtlarına göre 45 bin Cezayirli hayatını kaybetmiştir.